متابعينا في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وإليكم الآن النشرة الجوية الرئيسية. لا تزال المملكة تحت تأثير حالة من عدم الاستقرار الجوي، واللي على إثره ستحدث زخات من الأمطار رح تكون رعدية في مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة بإذن الله. رح نستعرض تفاصيل هذه النشرة من خلال صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة لهذا اليوم، والتي تشير إلى وجود كميات من السحب في مناطق معينة من المملكة تهطل على إثرها زخات رعدية من الأمطار بإذن الله. نستعرض الآن خرائط توزيع درجات الحرارة من يوم الأربعاء وحتى يوم الجمعة. نلاحظ وجود زخات من الأمطار في مناطق جنوب وجنوب غرب المملكة يوم الأربعاء، وأيضا يوم الخميس درجات حرارة عالية، ولكن حالة عدم الاستقرار الجو تتسع رقعتها خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. أما الآن نستعرض درجات الحرارة فترة السحور في العاصمة الرياض، تسجل 23 مئوية أجواء صافية، نسبة الرطوبة 13% وسرعة الرياح 2 كيلومتر في الساعة. نستعرض الآن درجات الحرارة المتوقعة بإذن الله لثلاث أيام القادمين في العاصمة الرياض، يوم الخميس بين 37 و 23، الجمعة أيضا 37 نهارا 25 ليلا، يوم السبت أجواء حارة ومشمسة وصافية 38 نهارا و 26 درجة مئوية بتسجلها ليلا بإذن الله. هذا كان كل ما لدينا حتى هذه الساعة، إلى اللقاء.